حق هذه الطالبة في التطلع للمستقبل التعليمي يبدو باهظ الثمن، والعودة للمدرسة تهيمن عليها الكثير من المخاوف، ففيروس كورونا الذي عجزت عن مواجهته كبرى دول العالم معلنة جاهزيتها للتعليم عن بعد، تواجه أجساد هؤلاء الفتية في مدارس مدينة عدن. عودة مملوءة بالكثير من الأمل والتطلع لمستقبل تعليمي بعد توقف لأكثر من 7 أشهر بفعل تفشي جائحة كورونا، لكنها لا تخلو من الخطر الذي ما زال قائماً بفعل شحة الموارد وضعف الإمكانيات للوقاية ومواجهة هذا الفيروس الخطر. المعلمين يعانوا من الكتب، الكتب المدرسية، يعني هذه السنة الكتب مع الأمطار مع هذا راحت علينا كثير كتب، يعني بعض الطلاب ظروفهم صعبة جدا، اضطروا نشتروا من السوق، والكتاب الواحد ب1000 ريال. عام دراسي جديد عنوانه المزيد من المعوقات والصعاب، فالبلد الذي أنهكته الحروب والصراعات بدأ عاجزا عن طباعة المناهج الدراسية لطلاب مدارسه، ناهيك عن توفر متطلبات التعليم في ظل الكثافة الطلابية التي تشهدها مدارس المدينة. لنا مخصصات 4 مليار 2 مليار نريدها، 1 2 رواتب العمال 3 أشهر، المطبعة لها 7 أشهر واقفة. واقع التعليم في اليمن أزمة تضاف إلى أزمات البلاد التي لم تتوقف فيها الحرب للعام السادس على التوالي، فالالتحاق بالتعليم ليس بالأمر الهين أمام وضع معيشي صعب يعجز فيه الآباء عن توفير قيمة كتاب مدرسي يباع في الأسواق لأولادهم الدارسين.